أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج همزة وصلة، هذا اللقاء اليومي المتجدد مع حضراتكم عبر شاشة النيل الأخبار لمناقشة كافة القضايا والمشكلات التي تثار من حولنا. قضية اليوم التي أطرحه معكم للنقاش هي قضية التسامح وتوصيف الإسلام بأنه وبشريعته السمحة يعم أركان العالم أجمع. قضية اليوم نطرحها للنقاش معكم من أجل المشاركات والتعليقات التي ترد إلينا عبر شاشة النيل الأخبار حتى نضعها أمام المسؤول الأول عن تصحيح ومفهوم صورة الإسلام الحقيقية والسمحة في الداخل وفي الخارج أمام المجتمعات المختلفة وأمام الثقافات أيضا المختلفة. في ظل ما تشهده أو ما يشهده العالم العربي والعالم الإسلامي بل والعالم أجمع، فهناك حالة شتات كبيرة بين كثير وبين فئات كثيرة من الشباب لتصحيح صورة الإسلام المغلوطة، لأنه متهم صورة الإسلام متهمة بالتطرف من قبل أصحاب المنتسبين إليها لما يعتقدونه من أفكار متطرفة وأفكار هدامة ساهمت بصورة كبيرة في تشويه صورة الإسلام عما بدأه وعما أتت إليه صورة الإسلام السمحة، والذي انتشر بصورة غير تقليدية، انتشر بثقافة التسامح، وانتشر الإسلام في ربيع الدنيا قبل 1400 عام بصورة حقيقية عبر التعامل. فالدين الإسلامي هو الدين المعاملة كما أخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة أناقش معكم مشاهدين الكرام عبر وسائل الإلكترونية المختلفة سبل تصحيح صورة الإسلام من الأفكار المغلوطة والأفكار الهدامة لدى مجتمعاتنا ولدى المجتمعات الغربية ولدى العالم أجمع. أناقش معكم وأنتظر مشاركتكم وأنتظر تعليقاتكم المستمرة والفيضة والتي تساهم بصورة حقيقية في تفاعل مثمر يؤتي ثماره في نهاية هذه الحلقة بأن نحاول ولو بصورة جزئية تصحيح صورة الإسلام. أناقش في هذه الحلقة من خلال سؤال الحلقة: ما سبل تصويب الخطاب الديني ونشر ثقافة التسامح؟ ما سبل تصويب الخطاب الديني ونشر ثقافة التسامح؟ هذا هو عنوان هذه الحلقة. أنتظر كافة المشاركات والتعليقات المختلفة منكم مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع عبر تليفون 257-433-66، وأنتظر أيضا مشاركاتكم المختلفة عبر صفحة البرنامج همزة وصل على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى جوجل بلاس وعلى إنستغرام همزة وصل إيجي. ثقافة التسامح في الإسلام وصورة الإسلام المغلوطة وتصحيح الأفكار الهدامة وتصحيح صورة الإسلام الحقيقية صورة الإسلام السمحة، هذا هو ديننا الحنيف، وأنتظر كافة المشاركات والتعليقات. لكن قبل أن أبدأ هذه الحلقة أخرج معكم لتعليق أو لتقرير يرصد لحالة أو لتطرف البعض لدى الإسلاميين الذي أصبح بصورة مغالاة وانعكس ذلك على صورة الإسلام في الداخل والخارج. في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الإصلاح الثقافي وترسيخ المواطنة وتجديد وتطوير الخطاب الديني ونشر التسامح، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي علماء الأزهر الشريف بمواصلة جهود ومساعي نشر صحيح الدين والرحمة وقبول الآخر. الرئيس السيسي أكد أيضا أن علماء الأزهر الذين ينتمون إلى منبر العلم وواحة الوسطية والاعتدال والذين أثروا الفقه الإسلامي بآرائهم الرشيدة وفتاويهم الواعية هم من يدركون أن التجديد سنة كونية وأن الجمود مناقض لحركة الحياة وما تتطلبه من تغيير مستمر. ويرى المراقبون ضرورة إنشاء آلية مختصة تضم المؤسسات الدينية وعلى رأسهم الأزهر الشريف بالإضافة إلى الوزارات والأجهزة المعنية والمجالس المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية للضمان النهوض بتفعيل هذه الاستراتيجية على نحو متناسق ومتابعة تنفيذه. من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن تصويب الخطاب الديني يأتي على رأس أولويات اللجنة باعتباره قضية جوهرية تحتاج إلى التصدي السريع لها، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت لوضع خطة عمل لبدء العمل بها على الفور.
تأتي أهمية تصويب الخطاب الديني كخطوة هامة للتصدي للجماعات المتطرفة التي أصدرت العديد من الفتاوى الشاذة للوصول إلى مكاسب سياسية تستحل من خلالها دماء الأبرياء وأموالهم، مما كان سببا في تضليل الشباب واستقطابهم وأساء ذلك إلى صورة الإسلام النقية. إذن ليست وقفة بل ثورة يجب أن نقف أمامها حتى نصحح صورة الإسلام المغلوطة وأن نصحح تلك الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تحيط بنا منذ أكثر من قرن مر على الزمان، وهي أفكار مغلوطة ربما لا تساهم في نشر ثقافة الإسلام السمحة ولكن تنعكس بصورة سلبية على الدين الإسلامي الحنيف. أبدأ معكم ولكن أبدأ هذه المرة مع تعليقات ومشاركات وردت إلينا عبر صفحة البرنامج مع متابعينا الكرام في كل مكان. عادل أبو شنب يقول: سبل تصويب الخطاب الديني ونشر ثقافة التسامح يجب أن يكون من خلال جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأوقاف والتعليم والإعلام والأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء المتخصصين ومساهمتهم كذلك القيمة في عملية تصويب الخطاب الديني لوضع منظومة حقيقية لتجديد الخطاب وتوضيح قيم ومبادئ الإسلام الحنيف وضحد الأفكار المتطرفة وتحرير المفاهيم المغلوطة التي تشوه صورة الإسلام، وتوضيح وتصويب الخطاب الديني ليس فقط لمكافحة الإرهاب ولكن أيضا لتنقية الإسلام من الأفكار المغلوطة والمتطرفة والتي تنتسب إليه، وأيضا من تكثيف الندوات الدينية بالأندية الرياضية والمصانع والجامعات والمساجد والمدارس والإعلام، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة. وتحياتي لأسرة البرنامج. تعليق آخر من أبو علي نصر علي خليفة يقول فيه: تصويب الخطاب الديني يبدأ من المؤسسة الدينية أي من الأزهر الشريف والأوقاف، ولأننا وصلنا لمرحلة مخزية من الإساءة للإسلام وللمسلمين، ولكن الجميع يعرف أن الإسلام بريء من الأعمال التخريبية والإرهاب، والدليل على ذلك العملية الخسيسة الجبانة التي حدثت بالمسجد النبوي الشريف، وإن كان المنفذ مسلم فهو مدفوع من أجهزة مخابرات غربية وحسبنا الله ونعم الوكيل، وكل ذلك يجب أن ينتهي. على الأزهر والأوقاف تكثيف الدعوة وتعريف المجتمع الدولي بوسطية وسماحة الإسلام وتكييف الدعوات لحي الناس أو لحث الناس على التسامح والترابط وحب الوطن والحفاظ على مقدراته، وكذلك طاعة ولي الأمر والقضاء على الخلافات وتقبل الآخر بكل صوره وبأشكاله المختلفة كما يجب. ومن هنا هو مربط الفرس حث التلاميذ في مادة الدين على التسامح ومعرفتهم لسماحة ووسطية الإسلام، ويجب أن تكون هناك نوعية من النشء من الصغر حتى تكون الأجيال القادمة لديها المعرفة الكافية والتامة بسماحة الإسلام. السيد يونس صقر يقول: في ظل ما تشهده الساحة العربية والدولية من انتشار لظاهرة الفكر المتطرف وتوظيفه لأغراض سياسية ودنيوية، كان لزاما علينا التدخل لتصحيح تلك الأفكار التي استقطبت حفيظة بعض المتواضعين فكريا فغدوا بشعارات لا أساس لها في صحيح الدين في تلك الحقبة، والتي أصبحت بمثابة بركان كاد أن ينفجر بفعل تلك الأفكار. كانت الرؤية الشديدة للرئيس السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني ونشر صحيح الدين السمح، فلابد من مشاركة مجتمعية لتنفيذ تلك المبادرة والتي يقودها الأزهر الشريف، وبمشاركة وزارة الأوقاف أو وزارة الأوقاف والتعليم والشباب والرياضة والإعلام لتوضيح صحيح الدين ونشر قيم التسامح، باعتبار أن الخطاب الديني لا يعني النهاية والتسامح وتلك الأفكار، ولم ينتهجوا طرق العنف، لذا وجب التسامح والأخذ بأيديهم وإنارة الضروب كي لا يكونوا فريسة لتلك الأفكار الضالة. والله الهادي لسبل الرشاد، حمى الله مصر من تلك الأفكار ووقاها شر الفتن. كانت يعني هذه مشاهدين الكرام بعد التعليقات التي وردت إلى صفحة البرنامج. أنتظر الكثير من المشاركات ومن التعليقات والتي بالطبع سيكون لها الأثر الطيب والإيجابي على نقاشاتنا
في خلال هذه الحلقة. أنتظر كافة المشاركات التي تصل إلينا منكم مشاهدين الكرام، لأننا سنقوم بالطبع، وبما أننا همزة وصل بينك عزيز المشاهد وبين المسؤول في كل مكان في مصر وفي المؤسسات المختلفة، نعرض عليه بالطبع، سيتابع تلك النقاشات ويسترشد بها عندما يتخذ القرار. أبدأ نقاشي مع ضيوفي الكرام، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد المقصود باشا أستاذ الحضارة بجامعة الأزهر، والشيخ علي عبد الباقي أمين مجمع البحوث الإسلامية سابقا. أهلا بكم ضيوفنا الكرام على شاشة النيل الأخبار. نقاش وسؤال هذه الحلقة هو نشر ثقافة التسامح بين المجتمعات المختلفة، وأبدأ مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. شيخ طايع، كل عام وأنت بخير وكل المسلمين في كل مكان بكل خير، هذا أولا. أنا وحضرتك طيب والسادة المشاهدين يفندم وضيوفك الأعزاء، أهلا بك دكتور. أسألك في البداية، هل يحتاج الدين الإسلامي إلى توصيف ويحتاج إلى تصويب للخطاب الديني من الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي نشهدها في ساحاتنا المختلفة الآن؟ نعم أخي، نحن نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني، وفي يعني في هذه الأونة أكثر مما مضى، لأننا أوقفنا الإسلام موقف المتهم الذي يدافع عن نفسه. الحقيقة مما يؤسف له في زمننا هذا وفي هذا العهد بالذات، الله عز وجل يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويقول جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف نشهد على الناس أجمعين في العالم كله في الأمم كلها نكون شهداء ونحن أوقفنا إسلامنا وديننا موقف يحسد عليه؟ أنه متهم وأنه يراد له أن يبرئ ساحته من العنف ومن الإرهاب، وبدل أن نوقف الإسلام موقف المتسامح، موقف الذي يعلم ويغرس هذه القيم وهذه المبادئ النبيلة السماوية التي يفتقدها العالم الأرضي والنظريات الأرضية، أوقفناه موقف المتهم الذي ينبغي له في كل مكان، ونسارع علمائنا وساساتنا وأعلامنا وكل أجهزة العالم العربي الإسلامي تسارع على الفور بمجرد ما يحدث شيء في أي مكان كان، لنقول أن الإسلام بريء كذا وأن الإسلام كذا وأن الإسلام ينبذ. أوقفناه موقف المتهم. نعم. موقف فيه وعار. إذن نحن من تسببنا في أن يكون الإسلام متهما ويقف موقف المتهم في الوقت الحالي. نعم يا أخي، ونحن أحوج ما يكون إلى أن نصحح الصورة من الداخل. نعم. لأننا مكثنا ربحا من الزمن نقول نظرية المؤامرة وأن الإسلام عليه مؤامرة وأن الإسلام، وأمعنا النظر في المؤامرة وتركنا الإسلام يهان من أبنائه، يهان من المنتسبين إليه، يهان بأفكارهم التي تتحوصل وتتشرزم. ولا تعد أن تساهم وتعاصر الدنيا بأسرها. أوقفناه موقف المتهم وضيقنا أفق التفكير في هذا الدين الحنيف. اسمح لي دكتور، اسمح لي أرجو أن تبقى معي دكتور أو الشيخ جابر طايا رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وأنتقل إلى الشيخ علي عبد الباقي أمين مجمع البحوث الإسلامية سابقا. دكتور علي، تحياتي إليك. وكنت أتحدث مع الشيخ طايا عن أن الإسلام بريء من التهم التي تنتسب إليه من أبنائه ظلما وزورا وبهتانا، وأعود إليك لأسألك، وأنت كنت سابقا أمين عام لمجمع البحوث الإسلامية، وهو المجمع الذي يناط به المحاولة الكبيرة وبذل المحاولات الكثيرة لتنقية صورة الإسلام السمحة وثقافة التسامح التي ينبغي أن تكون هي العنوان الرئيسي لديننا الإسلام الحنيف. كيف تفسر وكيف ترى المنتسبين للدين الإسلامي الحنيف وهم يقوموا بعمليات إرهابية باسم الدين ومحاولة تفريق المجتمعات الإسلامية بصور شتى، حتى رأينا العالم الإسلامي يتشرذم ويتفرق بصورته الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، أهلا بحضرتك.
الحقيقة تطوير الخطاب الديني دي قضية